كاب ويكند. على سلامتكم، كيف مستمعين، اهلا بكم من جديد. 49 دقيقة ان شاء الله يربي نهاركم فل وين ما كنتم معنا في الاستماع، وين نصبح من جديد على الناس اللي خلطوا علينا توا. نحكي شوية على الطاقة، والله محليها شمس اليوم ومحلي نهير اليوم، نحسوها كنهير دافي ونهير فيه طاقة، محليها طاقة تتحس. دونك هذا هو موضوعنا اليوم، باش نحكيو شوية على الطاقة اللي فيها برشا انواع، ومن جملتهم الطاقة الحيوية اللي هي تكون حل لاغلب المشاكل النفسية الجسدية وكيف كيف العصبية. سعيدة جدا اليوم تحضر بحذية المدربة الدولية والمعالجة بالطاقة الحيوية مدام ليلى عبد القادر. صباح النور. بونجور بونجور، اهلا وسهلا. بونجور اهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا. عايشك، ميرسي. الطاقة وطاقة تتحس، طبعا كنت نحكي نويك في الكواليس انه الجسم والجسد موجود فيه تقريبا جل انواع الطاقة، ولكن انت هل تكون مفعلها وإلا تكون مغيبها؟ exactly. هو احنا كلنا عندنا طاقه، اما انت وين تمشيها، ايجابي او سلبي. اذا كان احنا ديريكت مشينا نحكيو في الايجابي والسلبي، خلينا نحكيو على الطاقه الساعه، نعرفها اصطلاحا شنيا. الطاقه هي شيء او امر يحدث تغيير ولكنه غير ملموس وغير مرئي. يعني كيف نقولوا احنا طاقه مثلا مغناطيسيه، انت تراها ما تراهاش، اما ترى ذكير يشد فيه الحديد. كذلك هي طاقه الانسان. تحب نبداو من الاول بالكل؟ نبداو، احب نبداو من الاول. للي اول مره يسمع بكلمه طاقه، خاطر اجا نقول لك نعرفوا احنا طاقه، يبدا واحد يقول لك ساعات ندخل لبلاصه نحسك البلاصه هذيك قداش مرتاحه، طاقتها ملائمه للجسم. ولكن خلينا نمشيو لحاجه قبل اللي هي طاقه الجسد. راهو الجسد فيه انواع الطاقه اللي خلقها ربي الكل. ماكش مستحق تجيبها من برا، اما لهنا انت دوز الدوزاج هذاك حاجه اخرى. انت كيفاش توزن؟ لازم تبدا طبيخه ماهره. خلينا معك في الطبخ. خلينا نقولوا احنا الطاقه في عند الانسان وين موجوده؟ احنا كبني ادمين متكونين من خلايا وذرات. الطاقه نتاعنا موجوده في الذرات. الذره فيها نواه، الكترونات وبروتونات يدوروا حول الذره، حول النواه في الذره. ما يفصل بين النواة والبروتونات والإلكترونات، الطاقة الحيوية موجودة غادي. والطاقة هذه إذا هي كانت سليمة تكون تفرز بين 70-90 ميلي فولت كل خلية عند الإنسان، وإذا هي تعبة تبدأ اللي هي الحالة العادية عند أغلب الناس تويكا بين 25-35 ميلي فولت، يعني أقل من نص برشا. به احنا كبني ادمين اول مره نعرف اللي هي عندها نسبه وتتقاس بالفولت. اباوي اول مره اباوي. انت تعرف نيكولا تسلا شقال كان ياسر ياسر يمن بالطاقه والطاقه الحيويه وطاقه الانسان. كان يقول لو استعملنا الطاقه الكامنه في انسان واحد قد نضيء مدينه نيويورك كامله. تخيل. المهم احنا كبني ادمين متكونين من 7 تريسليون خليه، يعني 7 وحطوا راها 27 صفر خلية، يعني احنا مجموعة رهيبة من الخلايا. المجموعة الرهيبة من الخلايا هذية إذا الطاقة فيها متوازنة وكاملة، كان الإنسان متوازن وكامل. إذا الطاقة فيها غير متوازنة، كان الإنسان غير متوازن. هذه أول قاعدة للناس اللي تشكك في أمر أنه الطاقة موضوع ما هوش علمي وخزعبلات إتسترا. هذا بالنسبه للتوضيح، وفما معلومات حقيقه. مدام ليلى اول مره نسمعها معك، معناها قد حكينا في الكوتشينغ وقد معناها راهو يتقاس بالفولت الطاقه نتاع الجسد. ثاني عاد نقول لك عاد الكوتشينغ كوتشينغ ولا والطاقه طاقه والعلاج علاج. معناها الكوتشينغ على راسي وعيني هو جزء من الحاجات اللي انا نعملها. الكوتشينغ علاش احنا مهم في حياتنا نرمين؟ باش نبدلوا طريقه تفكيرنا، المايند سيت نتاعنا مهمه جدا جدا ان نغيرها، لانه احنا حياتنا مبنيه على افكارنا، وافكارنا في حد ذاتها ما هي الا طاقه. باهي كوتش ليلى، هل الطاقه هذه نجموا نعالجوا بها؟ خاطر في البدايه قلنا انه الطاقه الحيويه اللي هي تعالج جمله اغلب الامراض، خلينا نقول واحنا بنسبه 90% تقريبا. اليوم فما برشا طرق للعلاج بالطاقه، لو كان نحكيو شويه عليها وتجبدنا شويه على البعض منها. كوتش باهي، قبل ما نحكي على التقنيات نحب نقول لك حاجه مهمه جدا، انه احنا كيفاش نبداو نمرضوا سواء عصبيا نفسيا او جسديا. نقطه مهمه باش نتعدى كيفاش نتعالج.
احنا اول المرض يجينا او التعب يجينا طاقوي، على المستوى الطاقوي حد ينرفزك يكسر لك كرايم كش تقول بكثرهم وتقول دم نحس فيه يغلي ولا فور لي دمي ولا عرفت كله احساس. هو السؤال نرمين انت كيف واحد يفور لك دمك تمشي للطبيبه؟ لا ما تمشيش به، استنى يفور دمك مره واثنين وثلاثه وعشرين ومليون لين يطلع الموضوع من المستوى الطاقوي للمستوى الخلوي، تمرض الخليه، برضو ما تمشيش للطبيب خاطر انت مازلت ماكش شالقه. وقتاش تمشي للطبيب؟ وقت اللي يولي الموضوع جسدي، وقت اللي يولي عضوي، وقت اللي يولي قلبك جرافيك والتنشن تطلع نفسي. وي اوكي، لانه حتى الامراض النفسيه واحد وقت اللي ياخذ تروما يعمل صدمه وهو بيبي ما يفيقش بروحه، ما يعرفش مع الحياة يلقى روحه مثلا ديما منبوز، ديما عايش دور الضحية، ديما يكره الناس، ديما يحس الناس تكرهه. وفات هو الأخ عنده تروما من اللي هو كان طفل في كرش أمه، أو قد يكون من اللي هو طفل عمره 3 سنين إلى آخره. داكوردو، فهذه كيفاش احنا نبدأ ونمرضه تقويا فخلويا فجسديا. التقنيات تعددت واختلفت، من أقدم التقنيات اللي هي البرانا هيلينج. برانا بالهندي يعني طاقة، يعني تشي بالصيني، برانا تشي طاقة انرجي. أوكي، البرانا هيلينج هي بيزد اون العلاج باليد، يعني أنا كمعالج نستعمل طاقتي، أنا نسحب الطاقة الكونية اللي هي موجودة جند من جنود الله، وانا نعالج بها الكليون تاعي. احنا ما نقولوش مريض، احنا نقولوا كليون، ما نقولوش مريض. اوكي، باش ما يحسش روحه اللي هو مريض. هذه بالنسبه للبرانا هيلينج. هذه بالنسبه للبرانا هيلينج عندها اللي هي تقنيه هنديه، ترجع الى هنديه هي. طبعا انت عارفه كل التقنيات هذه كلها نتاع شرق اسيا، فهمت؟ بس البرانا تحديدا هي هنديه. اوكي، اللي هي احنا نعالجوا فيها المراكز الطاقيه، فالنقاط الطاقيه، فالاورا او ما يسمى ب هاله الانسان. نعمل عمليه تنظيف ثم نعمل عمليه شحن. غير البرانا عندنا حاجه جديده، مش جديده يعني، هم طلعوها في التسعينات تقريبا. شركه لاكسس كونشسنس اللي هي البادي بروسيس. انا تعجبني البادي بروسيس، علاش؟ على خاطر نفس الفكره نتاع البرانا هيلينج، اللي هي انت يعني تستعمل، تكون انت كاينك مايسترو وتحرك في الطاقه فوق الجسد. اتس ذا بادي بروسيس، هذه أنا تقنية زادة نستعملها للتنظيف الطاقي. ومن أجمل وأروع التقنيات اللي هي أنا أعتبرها، هذا رأيي أنا الخاص، أوكي، في مدرسة من المدارس اللي أنقذها، أنا عندي كذا تكنيك، بس تكنيك هي التقنية المبنية على زيرو بوينت إنرجي أو نقطة طاقة الصفر، اللي هي مبنية على الكوانتوم فيزيكس أو ما يسمى بالعربية على فيزياء الكم. فيزيك كوانتيك اعتقد بالفرنسي، راني انا الفرنسي هرب روح. اوكي، سو التقنيه هذه الاخيره اللي نحكي عليها هذه مبنيه على امور علميه بحته 100%. الماتريال نتاع الشركه اللي انا شخصيا ناخذ الماتريال نتاعها باش نستعمله ماتريال رهيب، واحنا عنده ماتريال عليه مثلا منها مستيلو هذا. باش نحكي لك انا تويك على طول عمرنا كنا نسمع على العصا السحريه. وي العصا السحريه سا اكزيستي فريمون، كان حاجه اسمها عصا سحريه ماجيك وونت، كانت عباره على حاجه كبيره مصنوعه من الكلير كريستال، وكان في اخرها يكون فما جلد، والجلد هذاك نحطوا عليه امرالد وروبي وكريستالات اخرين ونربط عليهم بالحبل، وكان المعالج يعالج وينظف الكليون، ينظف المراكز الطاقيه بالعصا هذيك، وبعد ما يكمل ولاحظ انه فما جلد من الفوق باش ما يكونتامينيش، باش ما يتعداش بطاقه الشخص هذاك، بعد ما يكمل ينظف له وي باسكو سا كونتامين سا كونتامين. علاش كيف يبدا واحد نيجاتيف على الاخر ولا نكد ولا ميزيريا في مجموعه تلقى الناس كلها تنكدت معاه، قعدت تبدا قلق وفضلت تقعد معاه مجموعه ياسر تولي انت مروح فرحان والمود نتاعك اكزاكتلي. وي سي فغي، فما بالك واحد مريض وجاي بنيه التشافي سيستيماتيكمون هو باش يخرج الامراض نتاعو، باش يخرج النيجاتيفيتي نتاعو، باش تخرج فيك العصا هذيك، فهو باش ما يستلمهاش المعالج يكون فما جلد
اوكي باش ما يخليش الحاجه هذيك توصلوا ديريكتومون. كان احنا عندنا طريقه كيفاش ما ناخذش هنا من الكليون تاعي ما ناخذش بالكل الطاقه على فكره مهما كان الوضع، لا بالبرانا ولا بالبادي بروسيس ولا بالكوانتوم فيزيكس. هذا افيك لو طون اون لابرون. او ديبي كنت كيف نعالج نتاع موندو فريمون معناها عالم الطاقه، عالم رهيب، عالم روعة. رهيب، عالم روعه صراحه. انا ملي دخلت فيه انا على ما يبدو من صغري انا فيه، بس ما كنتش فاهمه، كنت نخسيب بالعادي، وكنت ديما انا غريبه شويه بالنسبه لاصحابي، ديما يبداو شيخين علي سميوني بوزيتيف انرجي، سميوني الحياه حلوه، ديما كي قطرنا ديما نقول كيكا لوكو انا مانيش عارفه شنو هي الحكايه، فهمت؟ لين اكتشفت حاجه اخرى ما حكيناش عليها في الكواليس، اللي هي اكتشفت رقمي. وقت اللي اكتشفت رقمي انا في علم الارقام في نيومرولوجي تسعة، احنا المعالجون، فذات سواي رب العالمين خلقني وي. من اولي انا انه انا ورا الحكاية هذيا عالم سحري. الحمد لله حكيت باش نكمل هذيا. بعد ما يكمل يعالج الاخ بهذيك العصا السحريه، يدفن ال يدفن الواحد كامل العسل كلها في الملح 24 ساعه باش ينضاف، لانه الحاجه الوحيده اللي تنظف. بلي سؤال مدام ليلى، خاطر السؤال هذا يطرحوه علينا السده المستمعات والمستمعين سابقا. نعم. بالنسبه لتنظيف الطاقه، هل الملح بالحق ينظف الطاقه؟ وي خاطر احنا ديما نسمع معناه في الحديث يقول احنا جديتنا كانوا يقول لك اغسل بالملح، حط ساقيك في الملح، معناه ماء وملح ولا رشه دار بالملح ودوش بيه، فهذا يطلع معناه كلام صحيح، معناه كلام علمي. انا عندي مش خزعبلات، لا خالص، انا عندي كليونات ننصحهم باش ينظفوا ديارهم مثلا، خاطر انت عارفه طاقه المكان زاده مهمه جدا، ساعات يدخل لك حد يضرب لك الدار، فهمت؟ يضرب لك طاقه المكان، يضرب لك طاقه الدار، ما عندكش امكانيه انك باش تنظف انت كشخص عادي، تو سامبلومون تحط الملح في كل تركينه كيس هكايا، في كل تركينه تريكنا سي تري امبورطون، في كل تركينه تحط كيس ملح 24 ساعه وترميهم بعد تيلي الملح هذاك ينظف. تحب تنظف انت طاقتك وحدك طبعا، لما يكون ما عندكش مشكل كبير نجم تحط حفنه ملح. تذكر قبل جدتنا كانوا يكركبوا علينا تكركيب اللي كركبت عليها تتامرت خالي جدتي ما كركبتش عليها وهي حاجه صحيح اكزاكتومون على خاطر هي تدور، خاطر هي الطاقه لازم ديما تدور، انت في التنظيف ولا في اي حاجه في المراكز الطاقية هم كانوا يعملوها ببديهتهم الله اعلم كيفاش، نفسي نسالهم كيفاش يعرفوا ياخذوا الملح ويدوروا بالطريقه ذيك، احنا ننظفوا بنفس الطريقه، اما نظف بدايه معناتها بدايه عن بعد وانا عارفه روحي ايش قاعده نعمل او بالقلم. المهم تطور ذلك العصا السحريه او تلك العصا السحريه لين وصلت اليوم اصبحت هذا القلم الجميل. اوكي شوفوا هذا القلم قلم رسيني شوي من برا تيتانيوم من برا تيتانيوم ومن فما داخل حس اكزاكتلي من داخل فيها 14 اليمون اي تحس فيها نقول لكم شنو فيها ذرات حاجه انشد اكزاكتوم في حبيبات من الذهب، حبيبات من الفضه، حبيبات من النحاس، فيها امرالد محليها خاطر فما فيه روبي، فيه جو خلي في يدك تعمل فيه جو وفيه باودر اوف دايموند، فيه البودر دو ديامون اللي هي اقوى حاجه تخدم خاطر الديامون للعلم والله فما طاقه، والله بيان فما طاقه غير عاديه في ستيلو هذيا يس تحس في روحك لانه هو على طول خفيت على طول يسحب لك الطاقه الكونيه على طول يعطيك حاجه غريبه سحر هذا سحر بالحق افكتيفمون هو اسم القلم السحري. القلم السحري كما قلت لك اليوم وليت حاجه صغيرونه كيما هكاكا. الميزه في القلم هذا ومانيش نعمل ببليسيتي للشركه لانه مش باش نسميها انها مبنيه على تكنولوجي اسمها AFT تكنولوجي اميزد فيوجن تكنولوجي. الاميزد فيوجن تكنولوجي اصلا كل الماتريال اللي تبيعوا دايو. انا عندي الحقيبه وعندي القلم اللي نستعمل من الكليونات نتاعي في الجلسات وسعره تقريبا قداش يكون؟ مليون وحاجه مليون وستين مليون وحاجه اي هي موجوده في سنغافوره. المهم هذه الاميز ديفيوجن تكنولوجي في تونس مش موجود بلا، فما عندي صديقي فتح فرع هنيه ويبيع فيها خاطر انا ما نبيعش، انا مش بياع، انا معالج. اوكي سو الميزه في القلم هذا، ذكر قبيله قلت لك ناخذوه ندفنوه 24 ساعه هذا ما تدفنش في الملح، هذا اوتو ينضاف وحده. نحب نسالك سؤال انا ما نعرفش اسكو نفسيه ولا عندي الاجابه تنجيو انا تو علاش نشدو باليمين نحس فما ثقل في جنب اليمين نتاع راسي وشد في اليسار نحس فما ثقل في جنب اليسار. اوكي يو نيد تو بي كلين يعني محتاجه انك تتنظف تو سامبلوم، هو اول حاجه يعملها يبدا ينظف راه خاطر نحس في جنب اليمين نحس في ثقل في جنب اليمين. فما الناس يحسوا بين سنيهم طعم نتاع ميتال
فما ناس يحسوا ثقل في الراس كامل، فما ناس يحسوا الايد مع النجم، كل واحد كيفاه، بس هو قاعد يخدم على قاعد يخدم على فمش انسان مش محتاج للتنظيف. انا يعني زعما زعما معالج أي شنو إنسان محتاج، اي انسان يكون محتاج للتنظيف. دونك هذوما تقريبا الطرق العالميه والطرق الدوليه بين القديم والعصري للعلاج وغيرها 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 من الاف ومئات الطرق الاخرى. اليوم الانسان كيفاش يعرف روحه مستحق للعلاج هذي؟ هذيك اول خطوه نحو التشافي. وقت اللي واحد يوصل ويضرب راسه في الحيط وما عادش يلقى بها وين، كل وقت لازم يعرفوا انه يعرف انه هو محتاج انه يتعالج. اوكي. وصراحه احنا في حياتنا اليوم اليوميه وفي العصر اللي احنا فيه، الناس الكل محتاجة أنها تتشافى، على الأقل تنظف طاقتها. لأنه عبينا أفكارنا، عبينا راسنا، عبينا مخاخنا، عبينا صدورنا، عبينا كل شيء معبي بالحاجات السلبية، محتاجين تنظيف. فما ناس مشي في بالها أنه أنا مثلا عايشة حياتي نورمال وما عندي حتى شيء، وانه مثال، وباش نعطيك مثال راهو جدا جدا موجود، ولكني أنا متخصص في الكذب. فما برشا ناس في المتخصصين في الكذب وهو عايش عادي. اوكي. إبا من اكبر المشاكل اللي تنجم تعمل لنا مشكل طاقم بعد تالي. ويولي المشكل هذاك يصبح بعد تالي عضوي. اوكي. واغلب الناس اللي يكذبوا برشا يطلع لهم الضغط. انت عارفه اللي يكذب شو يعمل؟ يضرب اربع مراكز طاقيه. يضرب المركز الطاقي الاولاني اللي هو تشاكرا تاج او المركز الطاقي التاج الموجود على الراس، لانه اول حاجه يعملها يلزم يرسم فكره في خياله للكذبه، هذيك الضربه الاولانيه. الضربه الثانيه هي يدوا فيزواليزي، يعني باش يشوف الكذبه نتاعو. طبعا هذا كله يصير في تك تك تك، معناها لحظات باش يشوفك الكذبه هذيك ومن باش توصلوا، ثم يحس مثلا اذا كان هو باش يضحك على وحده، ولا هي باش تضحك على واحد، ولا هو باش يسرق حاجه، ولا اتسترا. ما هي الكذب، فما احساس، فما نجم يكون احساس بالسعاده، احساس بالخوف، احساس بوات ايفر. فعنده تشاكرا الصدر او المركز الطاقي الصدري، ثم يضرب الحلق اللي هي المركز الطاقي الحلقي. يضرب اربع مراكز اذا مش مجرد انه كذب. كذبه كذبه كذبة. وفما اكيد جدا مع الكذب والنفاق واشياء اخرى، معناها الانسان ساعات يوصل كاريمون، معناها يضرب الطاقه نتاعو. هذاك احنا توا التوانسه جينيرالمون تحسوا فيه اكتئاب وقلق، معناها نحكيو احنا على الانتوراج نتاعنا توا فادد وقلق وماهوش مرتاح في حد شيء. مازلت لنا دقيقه مدام ليلى، 30 ثانية نخليو كلمه اخيره للساده المستمعين بالنسبه للطاقه. اليوم اللي يسمع فينا كيفاش ينجم يعدل طاقته في 20 ثانية؟ شنو المطلوب؟ أول حاجة احنا حكينا على الكذب، وبالتالي لازم نردوا بالنا من القيم. تحيد عن القيم يصبح عندك مشاكل، لو مش باش نحكي أكثر من هكي. ثاني حاجة، احنا عندنا أربع حاجات ناخذوا منها الطاقة: الأكل، الماء، الهواء، والطاقة الحيوية. لازم نتنفسوا بالقداء، لازم ناكلوا صحيح، ولازم نشربوا الماء بالقداء. أوكي. النفس حاجة مهمة جدا، ثم المديتيشن، ماكلة، ما وكيف كيف، هذوما الاربع حاجات. هذوما اربع حاجات باش يخليوك الطاقه نتاعك تتفاعل وتوازن. شكرا لك مدام ليلى، الوقت يسامي سامي. عايشك، شكرا معك استضافه اخرى قادمه. ميرسي بوكو. بعد نفهم حكايه الستيل وهذا ختم حنا نقدر نحسب، لازم نفهم شنو هي التفاصيل نتاعها. العشره على كابا فين، بعد شويه يجيكم كافه فريق اغريكا. بجمل تحيه من الملكه ملبس سليمان في الاخراج التقني في لامين.